السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. كشفت مصادر أمنية تركية السبت عن تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي التي اختفت آثاره الثلاثاء الماضي لحظة دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وقالت المصادر الأمنية حسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء التركية الأناضول إن 15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي قبل العودة للبلاد التي قدم منها. وفي وقت سابق في اليوم أعلنت نيابة إسطنبول العامة فتح تحقيق في قضية اختفاء خاشقجي. وأوضحت مصادر في النيابة العامة أن نيابة إسطنبول فتحت التحقيق في 2 أكتوبر تشرين الأول الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول. ومن جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة التنمية التركي عمر شين إن أنقرة ستكشف مصير الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي والجهة المسؤولة عن اختفائه عقب زيارته قنصلية بلاده بإسطنبول. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد جين السبت أثر اجتماع تشاور للحزب بالعاصمة أنقرة. وقال جليل سيتم الكشف عن وضع ومصير الصحفي السعودي خاشقجي والجهة المسؤولة عن اختفائه. وأضاف متحدث الحزب الحاكم أن تركيا كدولة تتمتع بالأمان تلقي أهمية كبيرة بقضية اختفاء الصحفي خاشقجي. وفي نفس السياق أكدت مصادر في الشرطة التركية عدم خروج خاشقجي من القنصلية السعودية بإسطنبول إثر دخوله إليها بأنها معاملة. وأثارت قضية اختفاء الكاتب والمعارض السعودي جدلا واسع في الشارع العربي، وخاصة أن اختفاؤه تم على الأراضي التركية وسط تقارير عن اختطافه ونقله إلى الرياض، وهو الأمر الذي تحاول السعودية نفيه لعدم تفريط نفسها مع تركيا. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة بلومبرغ الأمريكية إنه سيسمح للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول بحثا عن خاشقجي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.